دكتور أحمد البليدي، أستاذ طب الأطفال كلية طب القصر العين. تشخيص الكورونا فيروس مرض الساعة، هل يمكن تشخيصه إكلينيكيا؟ الإجابة لا، يعني الأعراض بتاعت الكورونا زيها زي أي دور برد أو أنفلونزا بدرجاتهم المختلفة، يجي بسخونة ويجي من غير سخونة، يجي بكحة ناشفة ويجي بكحة مش جافة طرية، يجي ببلغم ويجي من غير بلغم، يجي بوجع في الزور ويجي من غير، يعني كل الأعراض متداخلة في بعض. طيب أمال هفرقه إزاي؟ كانوا في الأول بيحطوا الكيس ديفينيشن إنه لما يجي لك دور من الأنفلونزا زي اللي بنتكلم عليه، وكنت مسافر في منطقة من المناطق الموبوءة، أو خالطت حد في الأسبوعين اللي فاتوا راجع من سفر من منطقة موبوءة، يبقى نشتبه ان عندك كورونا ونبعتك تعمل تحليل. الحقيقه خلاص العالم كله بقى موبوء، فالكيس ديفينيشن ده تقريبا اختفى، الاعراض متشابهه مع اي دور برد وانفلونزا، عشان كده ما بيطلبش منك غير انك لو الاعراض بسيطه او متوسطه، ادوار البرد اللي كانت بتجي لك زمان قبل عصر الكورونا، هتقعد في البيت، هتاخد العلاجات البسيطه اللي هي نون سبيسيفيك، مش علاجات خاصه، اللي هو مخفض حرارة لو انت سخن، مسكن للألم لو جسمك بيوجعك، انتيبيوتكس ملهاش دور في الفيروس اذا كان فيروس، لو ما كانش فيروسي والتهاب رئوي مثلا بكتيري ممكن تاخد انتيبيوتكس، هيحددها الدكتور. لكن ال 20% بقى اللي هيجيلهم صعوبة في التنفس وكرشة نفس، دول لازم هيتوجههم للمستشفى الحميات، هناك هيعملوا لهم التحليل، ولو طلع بوزيتيف هيتحجزهم في العزل المخصص لمرضى الكورونا، لو طلع نيجاتيف مش هيتعزلهم وهيطلب منهم العزل المنزلي، او يتحجزوا في المستشفى لو وصلوا ان في صعوبه في التنفس، زي ما بقول ممكن يحتاجوا اكسجين لكن مش بالضروره يكونوا كورونا. فاذا ال 20% دول هيروحوا للمستشفيات وهيتم علاجهم في المستشفى، يبقى ما عندناش وسيلة إكلينيكية للتشخيص. طب الأشعة، الأشعة برضو نون سبيسيفيك، مش هتشخص بنسبة 100%. الأشعة المقطعية الحقيقة الوقت في عصر الوباء بقت بتستخدم وممكن تشخيص، لأن في علامات في الأشعة المقطعية معروفة، السنسيتيفيتي بتاعتها بقت عالية جدا. السؤال الصعب بقى، يعني مستشفيات مثلا في الصين كانوا عملوا في بعض المستشفيات جهاز سي تي فقط للكورونا، فقط عشان ما يحصلش اختلاط بالمرض، ده مش متوفر هنا، فيعني دي هنلاقي صعوبة في تشخيصها. لكن إذا كان سؤال هل الأشعة المقطعية بتشخص؟ بتشخص بنسبة عالية جدا جدا للي عنده التهاب رئوي بسبب الكورونا.